شكرا للضيف الذي انسحب قبل قليل، الذي ترجم واقعا وحقيقة حكمة أو نظرية أو مقولة أنه المقاطعة مع السلطة الفاسدة وكل ما يمت لهذه السلطة والنظام من عام 2003. العراق بعيد عن السلطة، العراقيون بعيدون عن كل من تلوث بهذه السلطة. الآن تحية لك وتحية للضيف الكريم العزيز الأخ رفيق الاحتجاج. عفوا سيد سلام، شنو دخل انسحاب السيد كاظم بالسلطة؟ هو اليوم أصلا ما يمثل السلطة، هو نائب سابق، لا يمثل السلطة التشريعية ولا حتى عنده موقع تنفيذي. نعم لكنه شريك، نعم لكنه جزء أساسي من هذه السلطة ولا يمكن إبعاده، لأنه لا زال جزءا منها وشريك بها، سواء كانت في الاجتماعات أو في الدفاع عنها. أنتم أمامكم كل الموجودين بالسلطة هم متهمين. مرة أخرى لنبدأ بالحديث. سيد سلام، بس هاي النقطة، أنتم عندكم كل المشاركين بالعملية السياسية هم محط اتهام؟ نعم يفترض جمع كل من كان في هذه السلطة من 2003 إلى الآن للمساءلة والمحاكمة. هاي نقطة السطر، الجميع دون استثناء لابد من محاسبتهم على كل ورقة نقدية وعلى كل قطرة دم أسيلت بحق العراقيين من 2003 إلى الآن. هذا ما خرجت عليه تشرين، وهذا المبدأ الأساسي للتغيير الجذري. الحوار اليوم المثير للسخرية حقيقة، في حوار اليوم أنه اجتمع المجتمعون أو اجتمعت السلطة في القصر الحكومي الذي أسيلت فيه الدماء للذين أعدموا ميدانيا في هذه القاعة للمتظاهرين من ثوار عاشوراء. وما يثير أيضا في النقاط التي طرحت من خلال هذا الاجتماع أنهم يدعون إلى أو يؤكدون على إتمام الاستحقاقات الدستورية، وهم ذاتهم الذين تحايلوا على الدستور منذ عام 2010 وصولا إلى 2021 والكتلة الفائزة الذي تحايلوا عليها، وكأنهم أصحاب حق دستوري ولا كأنهم هم الخاسرون في الانتخابات، وعبارة عن تجمع يسمى الإطار التنسيقي تجمع الخاسرين الذين تحايلوا دستوريا وباتفاق فاسد للتلاعب بمجريات ومواد الدستور.